شبكي، انت اليوم وضعك مو عاجبني. عم فكر بمصطفى يا سلطانة، وكتير خايفة عليه من الناس اللي قلبهم مليان بالكره وما بيريدوا له الخير. ما فهمت عليكي، شو قصدك؟ خوفي من الشي اللي بده يصير معه بعدين. انت شو رأيك؟ أنا ما بعرف شو قصدك ولا بعرف عن شو عم تحكي ناهي الدوران. أنا واثقة أنك بتعرفي منيح شو بقصد. أنت على طول بتتهميني بس ما عندك ولا دليل. هالحكي كذب بكذب. كل اللي قاعدين هون بيعرفوك يا هيام، وبيعرفوا عمايلك الوسخة. بتعرفي؟ الكل هون بيكرهوكي. ناهي الدوران بكفي حاجة. سلطانة هيام، سلطانة ممكن أعرف ليش السلطانة هيام كتير معصبة؟ ليش عم ترفعي صوتك؟ خير، شو اللي بدك يا من أمي؟ شو ساوت لك لحتى تعامليها هيك؟ شو بدك قولي؟ بسببك على طول عم شوفها عم تبكي. شو المبرر لهالتصرفات؟ يعني ناوية تموتيها؟ مصطفى، شو رأيك ما تتدخل بيني؟ لا بدي اتدخل. ما بدي اياكي تقربي من أمي، لأنه ساعتها أنا اللي رح وقف بوشك. مين أنت اللي تحاكيني بهالأسلوب؟ أنا الأمير مصطفى، ورئيس الدولة العثمانية وابنه المفضل، ويا ريت هالشي ما تنسيه، خليه ببالك على طول. هلأ صار فيكي تروحي، وما بدي ياكي تقربي من أمي مرة تانية. مريم، تعي.